بدأت العبادات الساهرة عندما كان يرجع الإنسان من عمله المستمر حتى المساء ليسبح الله ويشكره بمزامير وترانيم وتأملات وصلوات وتعاليم. تشكل صلاة البانيخيس نموذجا أوليا للخدم الإلهية التي كانت تختلف من منطقة إلى أخرى وبين الأديرة وكنائس المدينة. مع الوقت أخذت الخدم المتبعة في المدن تتأثر بالتقليد الرهباني وانتهت باعتماده كليا. البانيخيس هي صلاة الليل بحسب التيبيكون الذي كان منتبعا في المدن، وهي تحمل تراثا قديما نشأ في أنطاكية ثم عدل فيه البطريرك جيرمانوس القسطنطيني الذي أضاف إليه تأملات ليتورجية في صلواته وأفاشينه. يأتي هذا التسجيل ثمرة عمل مشترك لمدرستي الموسيقى الكنسية في جبل لبنان وبيروت بهدف إعادة إحياء الخدم الليتورجية المنسية، ليس لمجرد طرب موسيقي بل لنصلي مع أجدادنا ونستفيد من خبراتهم فيتقبل الله جهودنا. آمين.